صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم ثمانية لسنة 2024 بإنشاء إدارة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه تنشأ إدارة تسمى إدارة شؤون الأراضي بجهاز المساحة والتسجيل العقاري وتتبع مدير عام التسجيل العقاري